شلونكم؟ معكم مود عبده في فيلم ميكينج ان 1 مينيت. في هذا البرنامج راح اعمل حلقة كل اسبوع مدتها دقيقة. هاي الفيديوز راح تكون تعليم عن الفيلم ميكينج من دايركتينج، فيديوغرافي، فيديو ايديتينج، كالر جريدينج، شو المعدات اللي لازم تجيبوها من كاميرات، لينسز، سلايدرز، ترايبودز، مايكروفونز، وان شاء الله اي اشي بقدر افيدكم فيه. واذا حابب تتابع حلقاتي اكبس على سبسكرايب بوتون، ما بعرف وينه اشي هون، عشان يوصلك نوتيفيكيشنز بكل اللي بنزله. انا مش ماستر بالفيلم ميكينج، بس طلعت ودرست وتعلمت وبتعلم اونلاين وكل يوم بتعلم، وان شاء الله اقدر اوصلكم اي معلومة بعرف. عندي الليست كاملة انا بكل حلقات اللي بدي اعملكم اياها، بس اذا عندكم اي اقتراحات اي اشي حابين تتعلموه حطوه بالكومنتس تحت. شكرا لكم وبشوفكم بالحلقة الجاية.